أبوابه يحين ضحب إخوته وأصحابه يا مظلوم يا سيدي يا حسين حسين لما نشر ابواب الجهاد حسين لما نشر ابواب الجهاد يراد حكم الدين حج على العباد يراد حكم الدين وبالشاري عن عبيد دروب الرشاد وبالشاري عن عبيد دروب الرشاد ولابد هذا النداء أسبابه يا مظلوم يا بحكمة قرعين أبو اليم الذبيح بحكمة قرعين أبو اليم الذبيح يزيد فاسق للمحارم يستبيح يزيد فاسق سمحك مسلامي لكن مو صحيح سمحك مسلامي لكن مو صحيح حيث يعرف مدله مثيابه يا مظلوم شلون أخفت فارع من ساس الشرك كرار المولى الكاظمي شلون أخفت فارع من ساس الشرك زمام حكم الأمة بيدي ينترك زمام حكم الأمة بيدي ترك لهذا شاف دماه لازم تنسفك لهذا شاف تنسفك اي ابو اليم ويمسي من اخضابه يا مظلوم نحرين قطع رغم ما يعرف بنحرين قطع وراسه فوق الرمح يصبح مرتفع وراسه فوق الرمح يصبح مرتفع قاد نهضة عيد دستور الشريع قادنا ضيت عيد دستور الشريع حتى يرجع هالأمر لإنصابه يا مظلوم
واللي يحكم دولة القرآن هاي عن طريق الشارع حصرا نكون جاي عن طريق الشارع حتى يقضي بحكمة وعد الوهدى راي حتى يقضي بحكمة وعد الوهدى راي وفوق دين الله وعلو وكتابه يا مظلوم صلاح أبو اليمة الشهيد هذا معنى صلاح أبو اليمة الشهيد ما يريد الناس للباطل عبيد ما يريد الناس للباطل عبيد ولا تذل بكل عصر سلطة يزيد أو لا تذل هي ولا تحيرها فتنها ذنابه يا مظلوم جناسي وفئة بكل صمود حسين أجناسي وفئة بكل صمود نصرته وما همها ترسيم الحدود نصرته وما همها ترسيم الحدود حسين أجناسي وفئات بكل صمود نصرته وما همها ترسيم نصرته شافت شافت الإسلام بس هو اليقود شافت الإسلام بس هو اليقود عيد بعد شافت الإسلام بس هو اليقود وعاينة غير الفشل فاعتابه يا مظلوم تسع مية جارح حسين بالألف وتسع مية جارح قاد كل من تابع الأكبر فاتح قاد كل من تابع الأكبر فاتح وامتلت كل ساعة دم اليسح وامتلت كل ساعة دم اليسح وصار معبر
صواب صواب يا مظلوم.